بالنسبة للمؤشر جاي يبين عندكم القلم حاليا لو ما يبين؟ طلاب فقط انطوني معلومة، القلم جاي يشتغل عندكم حاليا؟ تمام يا رد بيه. عليك. واضحة أمامكم الصورة حاليا؟ واضح إيش صح. واضح. أوكي. وصلنا إلى الفقرة اللي تتكلم حول التعبير الأساسي هذه General Format for the Sinusoidal with Voltage or Current. بصورة عامة أنا عندي موجة التيار، التيار أتكلم عليه كموجة حاليا في دوار التيار أو الدوار بصورة عامة القدرة المتناوبة، يعبر عنه ب I يساوي I maximum ساين ألفا، يعني قيمة عظمى وهي ساين ألفا دائما. هذا هو، خلينا نقول عنه هذا هو الدالة الأساسية، هذه الدالة الأساسية I، ويساوي القيمة العظمى I maximum، بعدها شكل الدالة اللي هي الساين، شكل الدالة اللي راح تاخذ الساين، ساين الفا. اجي اقول بعدين يساوي اي ماكسيمم الالفا عوض عنها بشنو؟ ساين اوميجا تي، ساين اوميجا تي. يعني لو اريد ارسم هذه الدالة، اذا اريد ارسمها اخلي المحاور الاساسية اللي عندي واقول موجة ساين هي شنو الدالة نوعها، طبعا هو التيار هذه الاي، وهذه المحور الأفقي هو الألفا. زين، هذا واضح، هذه ألفا. خلي أجي أرسم دالة الساين، هاي شكل دالة الساين. القيمة العظمى لها ايش قد؟ القيمة العظمى هنا حاليا مقدارها هو الآي ماكسيموم، هذه هنا آي ماكسيموم. نعم. أستاذ المثال اللي فوق هذا ما شرحينه. مجرد تحويل، ما في شيء، هذا المثال تحويل من ريديان الى ديجري، ما في اشكال، هذا بعدين نرجع له، فقط خلونا نركز في هذا الموضوع، التعبير الاساسي او التعبير العام للتيار والفولتية. فإذا التيار هو موجة ساين، القيمة العظمى لها كم هذه؟ القيمة العظمى للساين هنا اي ماكسيمم، فرضا اي ماكسيمم يجوز تساوي 5 مثلا قيمته او 3، يعني هذا ممكن اقول تساوي 3، والمحور هذه الفا اللي هو يساوي شنو؟ يساوي اوميجا تي، هذا هو الاوميجا تي. يعني اذا قال لي هنا التيار، قال لي ارسم لي هاي الدالة اللي غير اللون، قال لي ارسم لي هاي الدالة التيار يساوي 3 في، طبعا هنا موجود في ساين اوميجا تي اللي هي ساين الفا نفسها، يعني فمن اجي ارسم له هذا شكل الدالة هو ساين، هذا الساين، ايش قد القيمة العظمى لها؟ القيمة العظمى 3، هذا الاي ماكس يساوي 3، اخلي هاي القيمة العظمى يعني اسقط على المحاور، هذه هي 3، وهذه هنا ايش قد؟ هذه سالب 3، يعني تتراوح ما بين قيمة عظمى موجبة 3 اللي هاي نسميها انطلقنا عليها في المحاضرة السابقة، شنو هذا قلنا عنها؟ وهذا شنو قلنا عنها؟ خليتنا ناخذ عدل، هذا السكيل شنو انطلقنا عنه، هذا احد يقدر يجاوبنا عليه؟ درسين المحاضرة السابقة طلاب ولا؟
هذه قلنا عنها هو نفسه، هذه البيك فاليو، هذه البيك فاليو اللي قلنا عنها مثلا نسميها الاي، هنا حاليا تيار اي بيك، وهذا هو البيك تو بيك، قمة إلى قمة. هذه زين طلاب المحاضرات لازم تدرس، مو بس تستلم المحاضرة تحضر بدون ما تقرأها، لا لازم تقرأ المحاضرة حتى تعرف احنا جاي نحكي. التعبير الثاني اللي هو راح يتكلم حول الفولتية، الفولتية بنفس الطريقة نعبر عنها V تساوي V ماكسيمم قيمة عظمى ساين ألفا، وأجي أعوض على ألفا أوميجا تي. هذا مثال قايل given E تساوي 5 ساين ألفا، determine E at ألفا تساوي 40 درجة. هذا هنا بنطيها مرة بالنظام الدقري، هذه 40 درجة، والمرة الثانية بنطيها 0.8 باي هذا النظام الراديان، يعني بنطيها بحالتين شنو طالب من عندي؟ إيجاد الإي، إيجاد الفولتية. أنا عندي العلاقة الأساسية هذه الإي تساوي إي ماكسيموم ساين ألفا، إيش قد الماكسيموم؟ هذه هنا 5، الإي تساوي 5 ساين ألفا. بس أجي مجرد ما أعوض عن الألفا، يعني أقول تساوي 5 في ساين ألفا، هذا يكون بهالطريقة، يعني المعادلة راح تنكتب إي تساوي، ما تصور يعني راح أكتبها، خلينا نوضح يا خالد، تساوي 5 في ساين الألفا، إيش قد الألفا؟ منطقي هنا 40 درجة، في ساين 40 درجة. هذه أقول يساوي، راح أعبر عنها ب هذا الساين 40 يطلع 0.64، وتساوي النتيجة 3.2 فولت. هذه حالة أولى. الحالة الثانية عندما الألفا مقدارها 0.8 باي، أنا لازم الزاوية اللي أعوضها بداخل الساين، هذه الزاوية لازم تكون بنظام الدقري، لازم تكون بالدقري، ما تكون بالراديان، شرط تكون بالديجري. قال لي هنا الالفا مقدارها 0.8 باي، اذا الباي هذا راديان ما تفيدني، لازم احولها، شلون احولها؟ اضربها في 180 على باي، 180 على باي في الزاويه اللي معطيك اياها بالسؤال اللي هي 0.8 باي، وتساوي 144 درجه. هذه الالفا حولتها، اجي اعوضها بالقانون، عوضت هنا استخرج قيمة الاي. تمام، هنا يقول the angle الزاوية at which a particular voltage level is attained can be determined by rearranging the equation. يقول الزاوية، إذا أي زاوية خلال الزمن دورة الموجة اللي تصل فيها الفولتية عند ليفل معين، يمكن أن نستخرجها من خلال الساين انفيرس، لأن هي الزاوية دائما موجودة بالساين، الزاوية موجودة ضمن دالة الساين هذه، يعني ساين ألفا هذه هي الزاوية ألفا اللي أنا تعنيني، موجودة ضمن أو داخل الساين، تساوي V على V ماكسيموم. إذا الألفا تساوي ساين إنفيرس، هذا الدالة ماخذينها الإنفيرس لو ما ماخذينها طلاب الإنفيرس؟ إي نعم أستاذ ماخذينها. جيد، يعني أنا شنو هسه عندي مثلا؟ هي المعادلة أصلها، راح أكتب المعادلة ال V تساوي V ماكسيموم في ساين زاوية، خلينا نقول الزاوية شو نسميها حاليا؟ الزاوية خلينا نقول اكس،
كبار الألفة ما تكتب عندي هذا الطالب هذه. إذا هسه أنا أريد شنو أستخرج؟ أريد أستخرج الزاوية هذه الإكس، فأقول هذا المقدار كله حاليا هذا يساوي البعيد على القريب، يعني شو يصير عندي؟ يصير عندي ساين إكس يساوي الفي على الفي ماكسيموم. هذا شنو استخرج راح؟ راح يستخرج لي الساين اكس. انا شنو احتاج الاكس؟ الاكس اقول اكس يساوي، الاكس يساوي حاليا اللي هو هنا نفس الالفا يساوي ساين انفيرس، او بمعنى شنو اضرب طرفي هذه المعادله اضربهم في ساين انفيرس، اضرب طرفي المعادلة في ساين انفيرس، فهذا الساين مع الساين انفيرس هي اللي غير، راح يبقى فقط الاكس يساوي هذا المقدار راح ينضر يصير ساين انفيرس. زين ساين انفيرس اللي هو شنو؟ الفي على في ام في ماكس. سلام، ممكن تعيدها؟ زين انا شنو عندي اساس المعادله؟ اساسه انه الفي تساوي في ماكسيمم ساين اكس، تمام؟ انا شنو احتاج؟ احتاج الزاويه، احتاج الزاويه البعيد على القريب، يعني الساين اكس تساوي الفي على في ماكس. خلي ارجع اكتبها، اقول ساين اكس تساوي الفي على في ماكس. انا احتاج الاكس، ما احتاج ساين اكس، ما احتاج ساين اكس، يعني راح اسوي حاليا هنا راح اضرب طرفي المعادله، اتخلص هي تخلص من الساين. شلون اتخلص من الساين؟ اضرب طرفي المعادله في ساين انفيرس الاكس. خلي احول هذا الكتاب هنا حتى اكتب ساين انفيرس، ساين انفيرس هذا راح اضرب طرفي المعادله بالساين انفيرس. ساين انفيرس في ساين، ساين انفيرس اكس في ساين اكس، ايش يبقى؟ راح يبقى فقط الاكس. ممتاز، تبقى فقط الاكس يساوي ساين انفيرس هذا المقدار راح يصير له، يعني ساين انفيرس في شنو؟ في على في ام، راح يبقى ساين في على في ام. بس هذا انتبهوا له، هذا يكون انفيرس، انا انفيرس شوي ما يكتب عندي هنا، فهذه سالب واحد. ممتاز. فاكس يساوي ساين انفيرس في على في ام. هذه هي مجرد يعني تبسيط رياضيات. نفس العمليات للتيار، الالفا تساوي ساين انفيرس اي على اي ماكس، لان هي من جهه هذه من المعادله الاساسيه. هذه المعادلات الاساسيه. هذه للتيار وهذه للفولتيه. خلينا نروح لهذا المثال. الفرع اي قال determine the angle، جد الزاوية at which التي عند هذا ماجنتيود قيمة دالة الساين، هذه الدالة الجاذبية يصبح مقدارة 4. يعني شنو مطلوب من عندي؟ ايجاد جد قيمة الزاوية التي عندها قيمة الدالة الجاذبية اللي هي v تساوي 10 ساين 377 تي عندها تساوي 4، يعني الدالة قيمتها تساوي 4، يعني هذا الفي راح تساوي 4 هيك قايلة، يعني هذه الدالة هذه اللي هي 10 ساين هذه معناها أوميجا، هاي هذه أوميجا زين اللي هي 377
مقدار ايش قد يساوي 4. ماشي، تعويض مباشر، هذه تعويض مباشر. اقول الفا، هنا قايل الفا 1، ليش قال الفا 1 هنا؟ خلينا نشوف هذا الرسم للدالة. لو لاحظت انه الدالة هي شنو؟ دالة جي بي اي، دالة جي بي اي بها كم نقطة تقاطع؟ طبعا اذا تلاحظون الجي بي هي مقدارها ايش قد راح يكون؟ الدورة هنا حاليا 180 درجة، هذا زمن نصف الدائرة طبعا، هو راح تتقاطع لو جه سقطت هذه الأربعة على الدالة. لاحظ راح تتقاطع عند نقطة معينة، أسقطها أيضا على المحور الأفقي، هذا هو الزمن الأول. وكذلك نقطة تقاطع ثانية أسقطها على المحور الأفقي، راح يطلع لي الزمن الثاني اللي هو الألفا 2، وهذا هو الألفا 1. زين، الألفا بصورة عامة، الألفا هي تساوي ساين انفيرس الفي على في ماكسيموم. إذا كانت الألفا 1، ألفا 1 تساوي شنو؟ ساين انفيرس في على في ام، أو الإي ام، الإي ماكسيموم، وتساوي إيش قد الفي؟ مقدارها 4، وإيش قد الماكسيموم؟ مقدارها 10. منين جبتهم هذه؟ من السؤال. هذه تساوي مقدارها ايش قد؟ قايل لي 4، وهذه تساوي 10. هذه المعادلة، هذه في تساوي 10 ساين اوميجا تي. الفي انا راح احوط عنها بالاربعة اللي هو قايل لي هنا، وهذه هي العشرة، هذا الماكسيموم، هذا الماكسيموم، فعوضت عنهم 4 على 10، ويطلع سان انفيرس 0.4 اللي يطلع قد مقداره 23.5 هذه تقريبا. زين، هذه قايل هنا the magnitude of 4 positive will be attained at 2 point من الصفر الى 180. عد التقاطع الثاني، التقاطع الثاني هذه الالفا 2، كيف استخرج هذا الالفا 2؟ طالما هو الرينج محصور من 0 الى 180، الفا 2 اقول عبارة عن 180 درجة، 180 درجة ناقصا الفا 1، 180 درجة ناقصا الفا 1، هي هذه الدالة خلينا نقول متناظرة، يعني هذا الجزء هو نفس هذا الجزء. فكيف استخرج هذه الالفا 2؟ اقول 180 ناقصا الفا 1 ناقص هذا الجزء، راح تطلع لي هذه اللي مقدارها 156.4. زين، خلي احولها للرجل، لو اردت اطلع الزمن، لو اردت اطلع الزمن ال تي 1 و ال تي 2، لازم شنو تكون عندي؟ تكون الزوايا بالرجل، لان التي يساوي الفا على اوميجا، التي يساوي الفا على اوميجا، هذه المعادله اخذناها في المحاضره السابقه، تي تساوي الفا على اوميجا. اذا كانت التي 1 فرضا تساوي الفا 1 على اوميجا، وتطلع 1.09 ملي سكند، هذا الزمن طبعا. اما اذا كانت التي 2 تساوي الفا على اوميجا، يا الفا، الفا 2 طبعا بعد ما احولها للراديان، هذه حولتها للراديان الفا 2، هذه فقط احنا ما شاريها، هذه تكون الفا 2، هذه الفا 2، وهذه الفا 1، حتى تكون واضحة. وايضا تي 2 راح تطلع عندي بمقدار 7.24 ملي سكند. هذه حساب من خلال نقطة تقاطع، حسبت الزمن، حسبت الزمن لشكل هذه الدالة الجيبية. طبعا هذا كل الكلام هو شنو الموجود بالفرع.
انا من مباشرة انتقلت له وانا طالبه من عندك بالزمن بالفرع بي قال لي determine the time at which the magnitude is attained. بالبداية احنا استخرجنا الزوايا الفا 1 والفا 2، بعدين استخرج ال T1 وال T2، مجرد تطبيق مباشر يعني في قانون الزمن يساوي الفا على اوميجا. انتهينا من هذا الموضوع، راح ننتقل الى موضوع اخر اللي هو الفيز ريليشنز، العلاقات اللي تتعلق بالفيز. نقصد بالفيز هنا هو حاليا المحور الافقي، التشتيت اللي راح يصير على المحور الافقي اللي هو الاكس اكسس خلينا نقول عليه، او الالفا او محور الزمن فيما يخص موضوعنا. التشتيت اللي راح يصير على المحور الافقي، لو كانت عندي موجة ساين ويف، هذا موجة ساين ويف وتبدي من الصفر، تمام، هذه الموجة تبدي من الصفر، موجة ساين طبيعية. إذا صار بها تشفيت معين، فرضا أنا هذه الخط مالتي شفتتها نحو اليمين، يعني زحزحت نحو اليمين بمقدار ثيتا، مقدار ثيتا، فإن التدريج أو السكيل الأفقي كله راح يضاف إلى ثيتا، يعني هذه الباي راح تصير باي زائد ثيتا، هذا 2 باي راح تكون 2 باي زائد ثيتا، راح يصير عندي تشفيت كامل بشكل الموجة. شلون يعبر عنه هذه بعلاقات رياضية؟ خلي نشوف هذا المثال ومن عنده نوضح الفكرة. قال لك هنا what's the phase relationship، ما هي العلاقة الطورية وعلاقة الفيز ما بين هذه الموجتين الجيبيتين. قال لي هنا هذا موجة جيبية، هذه اللي باللون الأزرق موجة جيبية، منين تبدأ هذه الموجة الجيبية؟ من خلال هذه النقطة، هي قال الموجة الأولى هي فولتية مقدارها شقد؟ 10، ودالتها هيك اقراها فولتية، الماكسيمم القيمة العظمى مقدارها 10، والدالة ساين اوميجا تي زائد 30. زين، هو هنا شاير لك عليهم، قال يابا هذه الفولتية، هذه الفولتية الدالة الأولى، هذه اللي باللون الأسود الموجة الجيبية اللي باللون الأسود، هذه هي الفولتية، ايش قد أقصى قيمة لها؟ أقصى قيمة لها ايش قد؟ هذه خلينا نتكلم عليها، ايش قد أقصى قيمة؟ مقدارها 10، يعني الماكسيموم مالتها 10، وهنا هذه سالب 10 أقل قيمة، تتراوح ما بين 10 وسالب 10. خلي أثبت الإحداثيات. زين، هذا الموجة الأولى، زين منين تبدأ هذه الموجة الأولى؟ نقطة بدايتها، هل هي تبدأ من الصفر؟ لا، قال لي منين أستدل على إنه نقطة البداية أو الطور للموجة الجيبية؟ من خلال الزاوية، قال لي أوميجا تي زائد 30. أنا يعني لكم هذه كمعلومة بصورة مبسطة، آخذ اللي داخل الزاوية وأساوي للصفر، يعني خلينا نقول هذه أوميجا تي زائد 30 أقول يساوي صفر، فقط الموجود داخل الزاوية، أقصد داخل الزاوية فقط هذا المقدار، يعني الموجود ما بين القوسين هذا فقط داخل الزاوية، آخر راح أساوي للصفر، شنو أحصل؟ اي احدد نقطة البداية، اذا قلت اوميجا تي زائد 30 تساوي صفر، اذا اوميجا تي ايش تساوي؟ 30، لا سالب 30، راح انقلها اوميجا تي تساوي سالب 30، من انقل هذه ما بعد الصفر، واضحة؟ واضحة، ما ابي اشيل، مجرد انا نقلت هذا انقله هنا تصير سالب 30. زين،
اجي اقول وين سالب 30؟ سالب 30 بالجزء الايسر، احدد اقول يا هذا انا بالله ما موجود عندك، هذا ما موجود الرسم، فقط فارغ هذا، فانا اجي احدد سالب 30 وابدي ارسم الداله. يعني منين تبدا؟ هذا تبدا من سالب 30، تبدا من سالب 30، هاي الموجه الاولى. شلون استدليت عليها؟ استدليت عليها من هذا المثال. زين اذا قايل لي مثلا هسه خلينا ناخذ خارج هذا المثال، قايل لي الفي تساوي مثلا 5 ساين اوميجا تي زائدا 1، لا ما نقول زائد 1، زائدا 10. هسه الداله منين تبدي هذه؟ فيصير اوميجا تي زائد 10 يساوي صفر. يعني اوميجا تي شو تساوي؟ سالب 10. سالب 10، حلو ماشي. زين قال لي داله مثلا تيار، هي داله خلينا نقول داله تيار ليش كله فولت، هي تساوي مثلا 10 ساين اوميجا تي ناقصا 40 درجه. اوميجا يساوي 40. تمام حلو. اوميجا تي تساوي ايش قد؟ 40 درجه. يعني منين راح ارسم هنا احدد مثلا 40؟ هذا الجزء الايمن بالجزء الموجب، لما عندنا هذا نعرف هذا الجزء هو السالب وهذا هو الجزء الموجب من المحور الافقي، فاحدد وين ال 40 مثلا هنا وابدي ارسم الداله. تمام. طيب زين اذا قال لي ال في تساوي 10 ساين اوميجا تي، منين تبدا هذه الداله؟ سالب نص صفر. ممتاز. هذا اوميجا تي تساوي ايش قد؟ صفر. صفر. اوميجا تي تساوي صفر، يعني تبدا هذه الداله من الصفر، تبدا من الصفر. هذه فادتني في تحديد نقطة انطلاق الموجة أو نقطة البداية. شلون راح استفاد من حددت نقطة البداية؟ لا قال لي هذه أول موجة الـ V تساوي 10 ساين أوميجا تي زائد 30، قلت له هذه الموجة مقدارها 10، القيمة العظمى 10 وتبدي من ناقص 30. زين الموجة الثانية، الموجة الثانية ايش قد مقدارها؟ مقدارها 5 وتبدي من ايش قد؟ من سالب 70. هذه الموجة الثانية، هذه وهذه ايضا المحور الافقي مالتها، هذا المحور الافقي مالتها. من ايش قد تبدي؟ سالب 70. سالب 70، تمام. مقدارها هنا 5 وهنا سالب 5. أحدد هذه سالب 70، اللي هي نقطة انطلاقها من سالب 70. زين هسه صارت عندي موجتين جاذبيتين، كل واحدة بنقطة بداية معينة، ايش قد فرق الطور ما بين هذه الموجتين؟ هذه تبدأ من السبعين، هذه تبدأ من السبعين، هذه تبدأ من سالب 70 خلينا نقول، وهذه الموجة تبدأ من ايش قد؟ سالب 40. من سالب 30. فرق الطور، فرق الطور يعني شنو؟ الفرق بمعنى الطرح يعني ناقص الطور، الموجة الأولى ناقص الموجة الثانية، يعني بيناتهم فرق طور، ايش قد فرق طور بيناتهم؟ 40 درجة. 40 درجة فرق طور ما بيناتهم. منين استدلت عليه؟ من نقاط البداية، أو أقدر أقول عنه شنو؟ هذا التعليق. أقول التيار، يا يعني الموجة الأولى هذا التيار،
باللون الأزرق، هذه موجة التيار. التيار يتقدم ليدز في، يتقدم على الفولتية بواسطة باي 40 درجة. لاحظ التيار يبدأ من 70 والفولتية تبدأ من 30، فنقول التيار يتقدم على الفولتية بأربعين درجة، أو أقول لا، الفولتية في لاكس، لاج يتأخر، لاكس تتأخر عن التيار بأربعين درجة، أو الفولتية تتأخر لأن الفولتية تبدأ من 30 والتيار يبدأ من شكل من 70، فالفولتية تتأخر على التيار بمقدار 40 درجة. هذه جدا مهمة تفيدنا مستقبلا في دوار التيار المتناوب اللي راح تحتوي مثلا على مقاومة ومحاثة. مقاومة ومحاثة إذا تتذكرون عندنا علاقة تقول إنه الفولتية بالمحاثة بالإندكتر تتقدم على التيار، صح؟ وإذا كانت عندنا متسعة التيار يتقدم على الفولتية بمقدار 90 درجة. ذكركم عن هذه العلاقات موجودة كانت حتى في الإعدادية. أستاذ ماخذينها بالسادس. نعم، انتهينا من هذه الفرع الأول من المثال. هذا فرع ثاني أيضا بنفس الطريقة قايل لي أنه عند الموجة الأولى هي تيار القيمة العظمى 15، هذا موجة التيار القيمة العظمى 15. أيكم تضبطون القيمة العظمى والقيمة الصغرى؟ أحسكم مضبطين لحد الآن. القيمة العظمى 15 والفيز شيفت أو الطور مالته الزاوية من شكل يبدأ من ماينس 60، تمام؟ هذا راح تصير سالب 60 أوميجا تي. بالضبط، يبدأ من سالب 60، هذا التيار يبدأ من سالب 60. الموجة الثانية هي فولتية مقدارها 10 فولت، فولتية هذه مقدارها أقصى شيء لها 10 فولت، قال لي هذا 10 فولت اللي هنا تصير، وتبدأ من إيش قد؟ أوميجا تي 20. بدأت عندي من 20، ممتاز، بدأت من 20. إذا حسبت فرق الطور بيناتهم إيش قد راح يصير؟ هذه تبدي من سالب 60، تبدي من سالب 60، هذه عندي هنا 60 وعندي هنا إيش قد 20، إيش قد راح يصير؟ 80. جيد، إذا التيار يتقدم على الفولتية بمقدار 80 درجة. التيار يتقدم على الفولتية بمقدار 80 درجة، أو الفولتية تتأخر عن التيار بمقدار 80 درجة. هذا انتهى موضوع العلاقات الطورية أو الفيز ريليشنز. ننتقل إلى موضوع آخر جدا مهم اللي هو الـ Average Value. طبعا هذه القيم الـ Average Value والـ RMS Value، ما أعرف سامعين بها أم ما سامعين بها. الـ Average Value القيمة المعدل، القيمة المعدل أو معدل القيمة، شو نسميها؟ علاقة جدا شهيرة تقول الـ V Average، يعني أو الـ Average للدالة. هنا احنا راح نستخدم نتكلم حول دالة الفولتية. عندنا بالكهرباء دوالنا هي فولتية أو تيار أو قدرة على الأكثر يعني. فالـ V average تساوي تكامل أحادي من الصفر إلى capital T، إلى زمن الدورة الكاملة، من الصفر إلى زمن دورة كامل لقيمة الدالة نفسها، الدالة على capital T على زمن الدورة مضروبا في شنو؟ dt. يعني تكامل الدالة مقسوم على زمن الدالة. ماخذين تكاملات بالرياضيات؟ يسا يعني عارف شلون تكامل الدالة. كذلك الحال بالنسبة إلى التيار، فإن الأفريج المعدل يساوي تكامل أحادي من صفر إلى تي للتيار، دالة التيار مقسوما على الزمن الدورة مضروب في دي تي. هذا دي تي هو لتفاضل تكامل هنسميه المرفق ضمن الدالة. إذا كانت عندي دالة
هذا ضيف الكفاية يعني ده اللي خلينا نقول عن هذه دالة الساين، هذه دالة الساين. لكن نصف دالة الساين نصف هذه اللي هي هنا تكون راح تكون عندي قد هذه باي، وهذا هو الصفر إذا كان من صفر إلى باي. هذه القيمة الماكسيمم، هذه بي ام. وردت أكامل هذه الدالة أخذ الأفرج، شنو أقول؟ الفي أفرج تساوي واحد على زمن الدورة، إيش قد زمن الدورة باي، بتقول واحد على باي. راح أخذ تكامل من الحد الأول من صفر إلى الباي، من صفر إلى الباي، من صفر إلى باي. شنو الدالة؟ في اوف تي دي تي، ويساوي واحد على باي تكامل من صفر إلى باي. الدالة راح أعبر عنها بشنو؟ في ماكسيمم ساين أوميجا تي، هذه الدالة في ماكسيمم ساين أوميجا تي، وهذه أعبر عنها شنو؟ دي أوميجا تي. بعد ما أكاملها راح تظهر عندي ال V average تساوي V maximum 2 V maximum على باي، 2 V maximum على باي، حيث ان 2 على باي يعني 2 على 3.14 يساوي 0.6، وهذه V maximum تنزل كما هي. هذا اذا كان نتكلم حول ال half wave rectifier، احنا نسميها هذه نصف موجه، نصف موجه جي بي. القانون العام، القانون العام للأفرج يرمز يقول جي، الجي هو الأفرج فاليو، أفرج فاليو يساوي الجبريك سم اوف ارياز، مجموع الجبري للمساحات على لينث، مقسوما على شنو؟ لينث اوف كيرف، على طول المنحني. احنا نقول عنه بالعامية الأفرج لكل دالة، الأفرج لكل دالة يساوي المجموع المساحات او المساحه، خلينا نقول المساحه، المساحه على طول المنحني، المساحه على طول المنحني. زين خلينا نشوف هذا المثال، احنا ما بقى لنا جدا قليل فقط هذا الموضوع، الموضوع اللي بعده. هذا مثال قايل لي determine the average value، جد الافرج فاليو القيمه المعدل علما لهذه الموجات. هذه الموجات هي عباره عن اشكال مربعه، هذا مربع أول وهذا مربع ثاني، هذا زمن دورة كامل حاليا، ايش قد زمن دورة؟ هذا من الصفر واحد اثنين، هذا هو زمن الدورة الكامل. ليش بديت من الصفر؟ بعدها وين راح تعيد نفس الدالة؟ هنا، هذا هو زمن الدورة الكامل، ايش قد؟ صفر إلى الواحد، من الواحد لاثنين، إذا زمن الدورة هو اثنين. عموما الافرج هو المساحة على طول المنحني، اجي اول واحدة هذه ايش قد مساحتها؟ مربع، مساحة المربع شنو؟ طول الضلع في نفسه، مو صح؟ او هذا مو مربع، هاي قلنا هنا هذا واحد وهنا عشرة عندي، يعني مستطيل الطول في الارض. فراح شو يصير؟ عشرة في واحد، ما ادري واضح ولا لا؟ هذه من هنا كم هذه؟ هذا عشرة، فأقول عشرة في يعني هذا الطول في العرض، ايش قد العرض؟ واحد، فطلعت مساحة هذا المربع الأول، قلت عشرة في واحد هذا المربع الأول زائدا مساحة المربع الثاني، هذا المربع الثاني قد الطول؟ الطول سالب عشرة، سالب عشرة في واحد العرض مالته، سالب عشرة في واحد، فقل السالب عشرة في واحد، فهذا السالب مع الموجب يصير سالب، لذلك هو حاليا هنا سالب. هذا انتهيت من البسط. البسط شو يقول؟ البسط هو المساحة، البسط للأفرج، تستخرج الأفرج هو بسط، مقام البسط هو المساحة، مساحة طول بعرض
مثلث ما عرفت شنو، مربع تكون انت تستخرج مساحته. اذا ما عرفت تستخرج مساحه مباشره تستخدم التكامل، استخدم التكامل مثل ما قبل قليل استخدمناه مع الساين ويف. لكن هو التكامل هو استخراج او ايجاد المساحه. زين، على شنو؟ على طول المنحني. يا منحني هذه عندي استخدمه على طول المنحني، او خلي بعض الحين نقول على القاعده. المنحني هذه المنحني مالتي راح يبدي عندي، راح يبدي من الصفر بعدين يمشي مع هذه اصل الى الثنين. الطول المنحني هذا الثنين المحور الافقي، المحور الافقي، فعلى اخلي على 2 ملي سكند. انتبه للوحده هنا ملي سكند تايم، فاخلي هنا ملي سكند. يطلع الافرج قد مقداره؟ صفر. الافرج صفر. المعدل ايش قد؟ صفر. هل يقدر يقول تفسيرها؟ شنو معناه صفر؟ ليش صفر هذه؟ أستاذ، لأن هي 10 موجب ناقص 10، يعني راح تصير 10 سالب 10، فمقدارها راح يطلع 0. يعني المعدل يطلع صفر. ممتاز. الجزء الموجب يساوي الجزء السالب، يعني هذه الدالة نقول عنها متناظرة حول المحور الأفقي. متناظرة يعني متماثلة. الجزء اللي بالموجب يساوي الجزء اللي بالسالب، متناظرة متماثلة. بالتالي الموجب، خلينا نقول انا بالعامله، ياكل السالب. احنا بنطلع الافرج. الافرج شنو يقول؟ الافرج نطلع على المعدل. يعني عندك مجموعه درجات تطلعها المعدل الافرج مالتها شلون، راح تجمعهم وتقسم على عددهم. اذا كانوا متساويين هذه موجب مع سالب وبنفس القيمه راح يطلع صفر. أما بالنسبة لهذه الموجة الثانية، هذه الموجة الثانية لا، راح يطلع بها فرق، راح يطلع بها معدل مقداره 4 فولت. ليش؟ لأن هنا قال لي هنا 14 وهنا سالب 6، فأطلع مساحة هذه 14 في 1 ملي سكند ناقصا 6 في 1 ملي سكند على المساحة المحور الأفقي واللينث، هذا الطول اللي هو مقداره 2، ويطلع عندي 4 فولت. ما طلع صفر. ليش؟ لأن هذا ما متناظرة، هنا 14 وهنا سالب 6. هذا موضوع قصير بعدين المحاضرة، اللي هو الـ RMS، الـ Effective Root Mean Square. هذا مصطلح جدا شهير، هذه الـ Root Mean Square. Root Mean Square اللي نسميه مصطلح المختصر هو الـ RMS. RMS زين. روت شنو يقصد به الروت؟ هو الجذر، هذا الجذر. زين، المين شنو يقصد به؟ المين المعدل، هذا المعدل، دالة المعدل هذا. والسكوير هذه الإشارة التربيعية. فإيجي صار روت مين سكوير، جذر معدل تربيعي. روت مين سكوير هذا تفسيرها، اللي هو معناه ال VRMS. ال RMS فاليو، ال RMS فاليو دائما عندنا الكميات الكهربائيه، الكميات الكهربائيه فولتيه او تيار او تتقسم الى قيم، يا اما RMS فاليو يا اما ماكسيمم فاليو. هذا اشهر شيء، اشهر تعبير، ار ام اس او الماكسيموم. الماكسيموم هي هذه القيمه العظمى، والار ام اس نستخرجها في هذه العلاقه. زين، اقول الفي ار ام اس تساوي واحد جذر واحد على 2 باي. اذا كانت عنده موجه جيبيه، خلينا نقول موجه جيبيه تكامل، الموجه الجيبيه احنا حفظناها تبدا من الصفر الى 2 باي اذا كان ما بها تشفيت. زمن دورة 2 باي، زمن الدورة 2 باي، فتبدأ من 0 إلى 2 باي.
الدالة شنو أعبر هذه ال V of T شنو أعبر عنها؟ أقول الدالة هي في ماكسيمم ساين أوميجا تي، طالما هي تربيع فأعبر عن هذا بكل تربيع. يعني ال V of T شو تساوي؟ V of T تساوي V ماكسيمم ساين أوميجا تي. من اجي اربع اقول هذه في ماكسيموم تربيع، هذه راح اربعها نخلي هنا تربيع، راح اصير هذه تربيع وهذه تربيع. في ماكسيموم تربيع هذه جبتها هنا خليتها، والساين هذه وهذه دي اوميجا تي مال تكامل. اوكي يساوي ناتج هذا التكامل، الناتج مالته جاهز عندي، هذا ناتج التكامل. انت حاول ايضا تثبت هذا الشيء باعتباركم جاي تدرسون تكاملات. الناتج هو في ماكسيمم على جذر 2، في ماكسيمم على جذر 2 ويساوي 0.707 في ماكسيمم. يعني هذا جدا شهيره، اذا اعطيك كميه ماكسيموم اقول لك استخرج الار ام اس مالتها فقط تقسم لها على جذر 2. اذا اجتك اي كميه من قال لي إيه؟ جد الار ام اس، جد الار ام اس مثلا لرقم معين، فشو تسوي؟ تقسمها على جذر 2، تقسم لها على جذر 2. اما اذا عندك الار ام اس وتريد تستخرج الماكسيموم فتضربها في جذر 2. هذه العلاقه ما بين الماكسيموم والار ام اس هو الجذر 2. هذا الطلاب عندكم دائما تذكروها ما تنسوها. هنا أمثلة نعطيك موجات جيبية بترددات أو بزمن دورة مختلف، وطالب من عندي إيجاد الـ RMS لكل موجة. خلينا ناخذ هذه الموجة الأولى، هذا أول موجة، موجة تيار. إيش قد القيمة العظمى الماكسيموم؟ 10 العفو 12، وال الصغرى هي ناقصة من 12. إذا أريد أستخرج الـ RMS value، أستخرج الـ RMS value هنا قايل لي الـ RMS تساوي 0.707، يعني شنو؟ 1 على جذر 2 في 12، طالما هو بالملي في 10 أس ناقص 3 أمبير ويساوي 8.4، يعني قلت 12 على جذر 2. الـ RMS هي تساوي 12 هذا تقسيم جذر 2، طلعت شنو؟ الـ RMS value. ليش هو منطقي الماكسيموم؟ زين، تطبيق مباشر يعني. بالنسبة لهذه الموجة الثانية شلون أقدر أستخرجها؟ منطقي الماكسيموم 12، فأقول الـ RMS تساوي أيضا 12 تقسيم جذر 2 وتساوي 8.4. هذا هنا كيف موجة فولتية الماكسيموم مش قد ماكسيموم حاليا 169.7 فولت. لو ردت استخرج لها ال VRMS اقول VRMS تساوي 1 على جذر 2 او 0.707 في الماكسيموم فاليو، وتساوي تقريبا 120. اللي هنا واضحة إن شاء الله. واضحة حسنا.